شخص اعتمر ومعه ابن له يبلغ من العمر 5 سنوات ولم يكمل هذا الطفل العمرة ورجعوا إلى الرياض، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان الطفل 7 سنوات هذا مميز، إذا كان نوى العمرة، نوى الإحرام بالعمرة يلزمه الإتمام، يلزمه إتمام العمرة. فإذا كان ما كمل العمرة يلزم والده أن يجنبه محظورات الإحرام لأنه ما زال محرما، ويعود به إلى مكة فيكمل مناسك العمرة لأنه ما زال محرما، نعم، حتى يكمل مناسك العمرة ولو جاء إلى الرياض أو إلى غيره، نعم.